السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، إخوتي أخواتي مجموعة روافد العطاء الفكرية، أهلا وسهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامجكم مضمار الروافد. موضوع حلقتنا لهذا المساء قضية الشيخ الرضا وتطوراتها الأخيرة، حيث بدأت قضية ديون الشيخ الرضا في الأيام الأخيرة تأخذ موجة تصاعدية غير مسبوقة، فبعد أن انتهت الأجال المحددة لسداد ديون الناس حسب الوثائق التي استلموها من مكتب الشيخ الرضا أو السماسرة التابعين له، بدأ صبر الدائنين ينفد، فنظموا سلسلة تظاهرات في قرية التيسير، وأنشأ بعضهم تنسيقية خاصة بهم للمطالبة بحقوقهم التي يرون أنها بدأت تضيع في ظل شائعات عن عجز الشيخ عن سدادها. الشيخ رضا لم يتهرب من الديون بل أقر بها في تسجيلات نشرت للعامة، لكن هذا الاعتراف وحده لا يكفي على ما يبدو، فالدائنون سئموا الانتظار والوعود تلو الوعود، وقرر بعضهم التصعيد في خطوة قد تجر البلاد إلى ويلات كثيرة إن لم تجد الحل المناسب لها. في مضمار الروافد نفتح هذا الملف الشائك لنقاش أبعاده المختلفة في محاولة لإنارة الرأي العام حوله، وكذلك لإيجاد الحلول المناسبة له، وسنطرح محاور ثلاثة سنركز عليها: ما هي حقيقة عجز الشيخ الرضا عن السداد؟ ثم لماذا سكت الدائنون كل هذه الفترة؟ ولماذا لم يتوجهوا إلى القضاء لرفع شكاويهم؟ ثم أين الدولة من كل هذا؟ أليس لسكوتها المريب هذا دور في تفاقم القضية؟ معي لنقاش هذا الموضوع ضيفي الكريمين الإعلاميين البارزين والمهتمين بقضية الشيخ الرضا، الصحفي أبي والزيدان والصحفي سيد أحمد والتباخ. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. إذا نبدأ معك الأستاذ سيد أحمد. الأستاذ سيد أحمد، كيف بدأت ظاهرة الشيخ الرضا، ظاهرة ديون الشيخ الرضا، وما أسبابها؟ السلام عليكم روافد العطاء، شكرا على توجيه الدعوة وعلى إجراء المقابلة، شكر خاص لك زميلتي جميلة. في الحقيقة ردا على السؤال، قضية الشيخ الشريف علي الرضا الصعيدي قضية بدأت بشكل طبيعي، كان لدى الشيخ منذ أواسط التسعينات مكتب تجاري يمارس مختلف الأعمال التجارية، وإن كان يعني يختص أو يهتم أساسا بموضوع الوساطة التجارية أو ما يعرف عندنا بسمسرة، يشتري ويبيع، تخصص بالتدرج في المعاملة بالعقارات، وبدأ المكتب يمارس عمله بصورة طبيعية واستمر لسنوات عديدة إلى أن تطور الأمر لاحقا ليصل المرحلة التي عشنا وشاهدنا جميعا. إذن شكرا سيد أحمد. معك أبي نفس السؤال تقريبا، كيف بدأت قضية ظاهرة ديون الشيخ الرضا في نظرك؟ متى بدأ بالضبط؟ والله ما نعرف متى بدأ بالضبط، سمعت أنه بدأ له 7 سنوات، أنشطته مختلفة مع فيدي أخبارها، اللي فيدي أخباره منها موضوع المضاربات اللي تخرج في العقار وامتدت ما بعد ذلك الفراش والوتات وقاس الحيوان. هذه المضاربات الحقيقة ما يقدر حد يقولها تجارية، به اللي مات ما عنده بعد تجاري، ما تصيب بالصفة التجارية، هذه عمليات بونزية مافيوية، عمليات بلا معنى اقتصاديا، ما يمكن غير خاضعة للتصنيف اقتصاديا، حد يشري رواية ب 400 مليون يبيعها 100 مليون ويخلص ذاك اللي بل ما عنده ذاك اللي بحيوان ذاك، وهكذا عملية متصاعدة ستقف في يوم ما كما حصل. هذا هو اللي فيدي عنها من الأخبار حقيقة، لأنها أثيرت أو اتخذت لها مرجعية هي هذا الولي العابد شيخ رضا، شخص فاضل وشخص روحاني متميز، ولكن للأسف يبدو أنه فم حلقة مفقودة في الموضوع أدخل نفسه حتى الساعة لا يمكن أن يزم بالموضوع في موضوع أكبر منه، وإن كان عن نية وسبق إصرار فهو مجرم،
وإن كان عن حسن نية هناك من ورطه فيه فقد تورط في ملف كبير، كما تورط الآخرون ممن قالوا إنهم فيهم اللي قالوا إذا ما كان شاكل نبتو فيه اللي إيه معناها إنه هو اللي في ضحاياه في قراءة إنه إذا ما كان باطل. على كل حال هي كارثة دمرت الاقتصاد، ما نتكلم عن انعكاسات على الأفراد، به الأفراد دخلوا في عملية واضحة لهم، ولكنها كانت كارثة على الاقتصاد الوطني، دمرت الاقتصاد الوطني، دمرت سوق العقار، دمرت ممتلكات الناس، عقار ناس اللي ما دخلوا في العملية أصلاً ولا عنده بها علاقة. شكراً أبيل. أستاذ سيد أحمد، أي دافع بنظرك وأي سبب يجعل من رجل ورع زاهد كما يقال عن الرجل أن يضطر لاستدانة منازل وسيارات وإبل بقيمة الملايين بهذه الطريقة المريبة؟ أي حاجة هذه وفيما تصرف هذه الأموال في نظرك؟ شكرا شكرا للزميل ابي. في الحقيقه نختار شوي نعقب على اللي ورد زميلي العزيز الاستاذ ابي بخصوص تحديدا ما قال انه تدمير جرى للاقتصاد جراء هذه المعاملات. انا لا اعتقد ان هذا في تدمير للاقتصاد ولا علاقه له به، ربما لو كان قال انه في تدمير او تاثير سلبي على قطاع العقارات ربما سيرته وقلت نعم. غير هذا يستدعى، لان كان فم نعود كان فم قطاع للعقارات منظم، وما كان فم قطاع العقارات منظم يا زميلي العزيز ابي، ما كان فم بورصه للعقارات ولا كان فم اي اليه لتحديد اسعار او نمط طريقه المعاملات في سوق العقارات. طبعا هي تاثرت به ربما تاثيراتها الاجتماعيه اكثر من تأثيراتها الاقتصادية. فعلا هناك الكثير من الأسر تضررت من هذه المعاملات. غير السؤال هنا هو كانوا من رأي كان يلام فضيلة الشيخ الرضا أم يلام أصحاب هذه العقارات؟ هذا هو السؤال. الشيخ رضا لم يرغم أحدا على التعامل معه، لم تكن له ميليشيات مسلحة ترهب الناس وترغمهم على البيع له. الشيخ رضا كان لديه مكتب تجاري، كيف تم اللي لا كيف حد عنده بوتيك ما يقدر يفرص للناس يقول له هاي اشتري من عندي مار ولا اشتري من عندي دلوير ولا اشتري من عندي اي شيء، حتى هو زاد عنده مكتب تجاري ويجيه الناس ويبيع لها. فهمتوا؟ غير قاع هو ما هو كان مباشر العمليه، ذيك روايه التي تطرح لها الاخلاق، هو ما كان هو المباشر لعمليه البيع، كان عنده وكلاء هم اللي مارسوا العمليه. نعم، بالنسبه للسؤال اللي طرحتيه زميله جميله عن دوافع فضيله الشيخ لهذه المعاملات، فضيلة الشيخ ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيد قاعدة حتى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتاجر طبعا قبل البعثة. فضيلة الشيخ كان يتاجر، كان يعني كان عنده مكتب تجاري يبيع ويشتري، ما كان بعد يبيع المخدرات ولا يبيع الأسلحة ولا يهرب الأموال ولا يبيض، كان عنده مكتب تجاري. إذا لماذا؟ لماذا دوافع شنو هي؟ كان يقدر ينفق منه، وروالك ينفق منه ما هو على راسه وله عائلته، ينفق منه على الآلاف المؤلفة من اليتامى والأرامل والثكالى والضعفاء والمساكين. طيب هذه الدوافع. فيما تصرف هذه الأموال هي كما قلت لك في الإنفاق الذي تعود عليه الشيخ ونشأ عليه ودرج وتربى حتى بلغ هذا العمر. كان ينفق على، لو كنت جيتيه والله جاء حد من الإخوة الأخرين اللي دافعين عليه سابق تنفجر بالقضية اللي هي يشوف ذا من الخرق اللي كله يجي ويمشي بياسر من خير مولانا، ما هم بيعلو له مسلف له ما عطيله. هذا يعني هو هذا هو الإنفاق، هذه أوجه الإنفاق، كان ينفق للفقراء والمساكين. طريقة الصص ذيك رواية أخرى، كان طريقة من فس سليمة والله ما يسليمة ذيك رواية أخرى، كانها بطريقة تجارية والله ما هي تجارية ذيك رواية أخرى. هذا فقط الإجابة على سؤالك. شكرا أستاذ سيد أحمد. أستاذ أبي، يقول البعض أن ما فيه الشيخ الرضا لا علم له بأكثريته، ولكنه خوفا على تلامذته ونظرا لضلوعه في بعض منه
تحمل كل القضية برمتها بمفرده لطيبته وسلامة صدره، متوكلا على ربه في قضاء دينه. وذلك ما استشعره داعي للرجل وآثر الصبر على حتى يفرج الله كربه. لذلك لم يشتكيه أي أحد بسبب بسيط، هو لأن اللصوص الحقيقيون سيبقون خارج السجن يسرحون ويمرحون في الأموال والسيارات الفارهة. ما رأيك في هذا الطرح؟ وأين الدولة من كل هذا؟ لماذا لم تدخل الدولة في الوقت المناسب للحد أو لقمع هذه المعضلة؟ حديث سيد أحمد عن العقارة ما كان منظم، وأن الاقتصاد ما تضرر، لأن تضرر العقار، هو العقار جزء من الاقتصاد، سوق العقار جزء من الاقتصاد. سوق العقار كانت سوق منظم، وسوق من أهم الأسواق اللي ثابتة شوية في الاقتصاد الموريتاني. حقيقة صحيح أنه ما فيهم فرصة يعود داخلها، لأن الدولة قاعدة ما فيها فرصة للأسهم بشكل عام. ذا خير بعد كان في سوق متكامل ومرتادين وأسعاره ثابتة وقوانينه ثابتة ومحدد ويتحرك داخل عجلة الاقتصاد، دورة الاقتصاد بشكل طبيعي. هذا السوق دمر بشكل كامل، انهار بشكل كامل بسبب هذه العمليات. المهم على أن الشيخ الذي عدل، أنا ما أعرف كانوا كانوا عالم به ولا ما هو عالم به، كانوا هي ما نعرف نعرف الا لانه هو بعد قطعا وكانوا متحمل مسؤوليون، فما اشخاص يتعاملوا به يتعاملوا باسمه انه يتحمل كامل المسؤوليه عن ذاك اللي عدل. هذا الاشخاص اللي عدلوا لا علاقه له بالتجاره ولا علاقه له باي منطق يمسه، شنو هو خاطي منطق مافيوي ومعروف طريقه معروفه في العالم اذا ضربوها اشخاص ومعالاتهم في السجن. صاحب اللي عدلها في امريكا يوقف لك السجن الموجود فيها. غياب تدخل الدولة في فترة معينة الموضوع هو مريب هو الآخر، وحقيقة مستغرب إلى أقصى حد. ورغم أنه وزير الاقتصاد والمالية قال لأنه ما أشكى حد وكذا، ورغم ذلك الدولة كان يلتعد عندها منطق وقائي تدخل سابق ذاك، وللأسف ما خلق. للأسف هي جريمة متكاملة الأركان، فيها ياس من الناس، للأسف فيها شيخ، فيها سماسرته، فيها الدولة، فيها أفراد، والضحية الاقتصاد الوطني والضحية الشعب الموريتاني للأسف. المهم على أن هذه العملية للأسف عملية مريبة، عملية عدلة باسم هذا الشيخ، باسم مكانته، باسم ورعه، وباسم ورعه، باسم شرفته، باسم ذلك المكان الديني اللي فعلا خطأ تستغل استغلال تجاري تعدلوا قاع ياس من الناس للأسف وكارثة. لكن هو عاد استغلها، والله استغلت الجماعة اللي معها استغلال بشع. والحقيقة فعلا هو ما كانوا يغموا الناس ولا كانوا ما عندهم ميليشيات، ما يحتاج لكن العملية الدعائية اللي تعدل واستغلال المكان الديني للرجل والشيخ ويحجب ويجيب الفضة من شر الخليج وضغطكم ياس دور تخلص العملية ذا هي، وهي وماكينة إعلامية استخدموا لها صحفيين واستخدموا لها الناس اللي مضبوطة. للأسف ذا كامل جزء من العملية. أنا لا أبرئ لا الدائنين ولا أبرئ السمسارة اللي مع الشيخ، ولا يمكن لي أن أبرئ الشيخ مع احتفاظي الكامل لمكانته العلمية وورعه اللي نسمع عنه وفضليته اللي يوني بيها. ذا غير أم اللي هي الورع، ما ورع شيء شخصي، ما هو هي مساعدتي اللي تخل ميز الفضل وذاك شلك هو قطو يقول البيضان اللي دار المهابي يطلع بها راس دراية. عموما قضيت على انه هو هذا ينفق فيه على عباد الله الصالحين والايتام، وهذه مسائل شخصية يا اخواني، هذه مسائل شخصية، ما في حد ما ينفق على مد، في اللي ينفق على عياله وكانوا ما هو اوجب من ذا كان اكثر فضلي، هذا غير ما يمنعه ما يلوحه في انه يدخل في عمليات مشبوهة، عمليات مشبوهة توف، والعمليات المشبوهة بهذا النوع ما لا تختلف عن المخدرات ولا تختلف عن تجارة السلاح، هي هو المخدرات وتجارة السلاح، ما هي خطورتها ما هي نسمى المخدرات ولا نسمى تجارة السلاح، خطورتها أنها تدمر العلاقات الاجتماعية وتدمر المجتمعات وتدمر الاقتصاد وتدمر الدول وتدمر تواجد العلاقات الإنسانية تواجد الإنسان وعلاقاته بيناته. وهذا هو اللي دمرت هذه العمليات، وبالتالي لا تختلف عن تجارة المخدرات ولا عن تبييض ولا عن تجارة، لأنها يعني بنفس نفس 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 المنطق نفس النتيجة للأسف. فضلك صمت الشيخ وورع وتقي وزاهد وعابد، هذا صحيح سمعته عنه، أنا ما نعرفه شخصيا،
غير هذه مسائل شخصية ما والله عندها علاقة بالموضوع، يكون باب الدعاية له لياك أكل مزيد أموال الناس، لياك اللي حمايته بعد من فات عدل القضي عدل من الجرائم، بالتالي ما عنده معنى. نعود لموضوع شخصي، والله لو اني به عابد وتقي ومجهول نطلب يطلب انه عند مولانا حسن الخاتمه وصلاح الدارين وتبركوا به. هذا غير ملي، هذا شخصي ما عنده علاقه بالعمليات التجاريه، خصوصا يعود عند بعد كبير للمستوى اللي هو للاسف اللي دمره كامل. شكرا لك أبي. أستاذ سيد أحمد، أي أنتم ذكرتم أن الأموال كانت تنفق في سبيل الله وتنفق على الأيتام والأرامل وتنفق على، مع أننا نسمع أن الأموال ذهبت إلى أقارب الشيخ وتلامذته، أي إنفاق هذا الذي ينفق فيه الشخص سيارة بالملايين؟ أي إنفاق هذا الذي ينفق فيه الشخص فيلا بالملايين؟ أي إنفاق هذا، خاصة أننا لم، أي إنفاق حتى هذا الذي يذهب بصاحبه للاستدانة لغلبة الدين؟ أي إنفاق هذا، خاصة أننا لم نسمع بمساجد بنيت بناها الشيخ الرضا مع كامل الاحترام، لم نسمع بمراكز لغسيل الكلى مثلا، لم نسمع مثلا ببناء بيوت للأرامل، لم نسمع بأي شيء. سمعنا أن هناك سماسرة استفادوا من هذه العملية برمتها، ربما يكون الشيخ على لا علم له بأكثريتها كما يقول البعض، ولكن لم نسمع بأي ليس هناك أي مبرر يذهب بصاحب بشيخ ورع تقي لاستدانة الملايين واستدانة العقارات من أجل الإنفاق حتى يصل إلى مرحلة غلبة الدين. طيب شو اللي ننطلق من نقطة مهمة جدا، وهي أن نفصل. طبعا هذا ليس من الناحية القانونية لأنه غير متأتي، ولكن لنفصل بين الشيخ وبين أعضاء أو بعض أعضاء المكتب التجاري. زميلة جميلة، أنت طرحت سولتي لي أي إنفاق هو كان يزق في فاش من الفضاء من الملايين كامل كان يزق له الشيخ فاش ولا شفنا، لين جاوبك عليه. شوف، أولا الشيخ ما كان ينفق جميع موارد المكتب. شو الشيخ، فضيلة الشيخ كان عنده مكتب تجاري يمارس العمل التجاري. بالنسبة للشيخ، لأن هذا المكتب يعدل العمل التجاري على أصوله، انه يشري شيء ويبيعه. اسمع، وفعلا قد عنده فم تجي معلومه الله ثنتين على انه فمات يش من الدين، وبالنسبه له هذا طبيعي. ما كانت تجي هذا من المليارات، الشيخ ما كانت تجي ولا كان ينفقها بيان اللي ما كانت تجي. كي قلت لك الشيخ كان طريقته واضحه، وانا قد اشرت له في واحده من كتاباتي على ان الشيخ كان عنده شيء من الخير، يقول للوكلاء ويقول لهم اهل فلان يوك جيبوا لهم ما هو كذا وكذا، اهل فلان يوك جيبوا لهم زقيبه من مارو، اهل فلان يوك جيبوا لهم كياس من دلوير، اهل فلان يوك جيبوا لهم 100,000، اهل فلان يوك جيبوا لهم ما هو كذا وكذا، اهل فلان يوك جيبوا لهم لباسهم. اذا فهمتي، هذا كانت هي طريقه الشيخ، ولا يعرف ولا يتدخل في تسيير المكتب بلي هو ما هو تاجر ولا يمارس التجاره ولا عنده بها خبره ولا يعرفها. قابل جماعه عاطيها ثقته، سمعت، على انها تجار ولا تعرف التجاره وانها اكتسبت خبره كبيره في السوق. هذه واحده. بالنسبه قلتي ما شفنا مساجد بنات، ما شفنا دور، من قالها لك؟ مشكلتك انه ما هو لا كل رقاش لا يعدل روايه، لا بد من يجيب لها التلفزه ويجيب لها الاعلام وينشرها. لا لا لا، ذاك ما هو طريقه الشيخ. عنده ياسر يعدل، ياسر ينفق، ياسر من النفقه في السر ما ينعلم بها، يا غير خالد اللي ينعلم به، لانه شي ما يقدر يشحدته لدم يلي حال فامها. ثم ايضا روافد العطاء، فما شيء اشار له زميلي ابي لا بد من ان نعلق عليه اذا يمكن. زميلي ابي اشار الى ما وصفه غياب الدوله، وانا معه اصفه غياب الدوله، بالرغم ان المعلن على انها معاملات تمت بين اشخاص راشدين، ما فهم تدخل من الدوله ولا فهم ولا خليتهم للشكوى للادعاء للنيابه العامه من 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 اي حد من الجماعه. غير لي نعطيك انا معلومه زميل ابي، على ان فمات هي بعض الشخصيات، كبار الشخصيات، وراني لك ما قلت لك منها شيء، كبار شخصيات ما قلت لك منها شيء، فوق بعد بها حتى متورطه في القضيه بدون علم الشيخ بطبيعه الحال، متعاملين مع السماسره.
هذه الأموال اللي انتهبت من الدولة، هذه المئات المليارات اللي انتهبت من الخزينة العمومية للدولة، لابد من تبييضها، ولابد من نقلها من أموال سائلة إلى أموال، تحويلها من أموال سائلة إلى أموال منقولة. إذا فهمتوا، دخلوا على الخط مع أعضاء المكتب التجاري للشيخ، وهو على الأرجح هم اللي ورطوهم، هم اللي جروهم للورطة، وطاح عليهم نواكشوط حكما ب 80 بخصين. على اساس اش؟ على اساس على الديون كامل، في النهايه ديون على الشيخ الرضا، لان المعامله تمت باسمه، وبالتالي لا هي عقب يتدخل رئيس الجمهوريه بحكم العلاقه القويه بينه هو والشيخ في حل ذيك المشكله بطريقه او باخرى. هذا فقط فيما يخص تعليق، يعني فيما يخص غياب الدوله اللي يتكلم عنه الزميل ابي. أستاذ أبي، لنفترض أن الشيخ تم التحايل عليه كما يقول سيد أحمد، أو تم أو كان محتالا كما يقول البعض، المهم أنه اعترف بذنبه وتحمل كامل المسؤولية ووعد بتسديد الديون أمام الجميع، وأنه يسعى جاهدا لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن. لماذا إذن هذه الضوضاء، خاصة أن دائني الرجل ما فتئوا يصبرون عليه باستثناء القلة الذين يتم تحريضهم لتشويشه والضغط على المباشر على الشيخ، لكنهم لم يشكوه للعدالة حتى الآن. لماذا تتم هذه الضوضاء، ولماذا ينشأ حالا في الوقت الراهن مكتب للدائني؟ لماذا لم ينشأ قبل عندما أعلن إفلاسه؟ ألا ترى أن هناك أمر مريب في اختيار الوقت لهذا المكتب؟ هو الإشكالية ما هي قضية على أنه هو احتال أو هذا ما كان عالم به، هذا ليس مهما. القانون لا يحمي المغفلين، هذه جريمة متكاملة الأركان، قام بها عن قصد أو سماسرته أو تلاميذه قروا، هذه مسألة أخرى لا تتعلق بمسألة شخصية، لا تتعلق بموضوع اللي إحنا نناقشه اللي هو موضوع كارثة على الاقتصاد الوطني. هو مشكلة الشيخ رضا ما هي مشكلة الدائنين فقط، هذه هي النقطة اللي الناس ما بيتقبل. الدائنين قضية فردية، أنا قاعد ما ندافع عنهم به اللي والله بعد شي منهم، اللي غالبهم جزء من العمليه، هم المحرك، هم زيت العمليه، وكانوا لا تفاصيل الموضوع لانه مغامره، هم يلعبوا لعبه كازينو. يعني انا اتكلم عنهم، انا اتكلم عن الجانب الاخر اللي مغير في القضيه وهم الضحايا الحقيقيين. إذا شكرا لك أستاذ أبي، والشكر موصول لك سيد أحمد وللتباخ. إلى هنا مستمعي الكرام أعضاء مجموعة رافد العطاء الفكرية، نأتي إلى نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة، إلى أن يضمنا لقاء آخر في الجزء الثاني. تحايانا جميعا وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام أعضاء مجموعة روافد العطاء الفكرية، أهلا وسهلا بكم ضمن الجزء الثاني من حلقة مضمار الروافد، والتي كانت بعنوان قضية الشيخ الرضا وتطوراتها الأخيرة. معي دائما في الحلقة الإعلاميين المتميزين، الإعلامي أبي والزيدان والإعلامي سيد أحمد والتباخ. إذا نبدأ معكم أستاذ أبي من حيث انتهينا في الحلقة الماضية، قلتم أنكم لا تدافعون عن الدائنين لأن لهم ضلع في هذه الكارثة بصيغة ما، وأنكم تدافعون عن الضحايا الحقيقيين، كيف ذلك أستاذ أبي؟ موضوع الدائنين ذلي منهم، أنا قلت لك ما سمسارة منهم ما نبرأهم، جزء من العملية، ولكن هم في النهاية العملية معدلين، هم ما مكاردين شي بأيديهم، هم إذا فاتوا مشكاو وخاطوا يديهم في البرزة بيهديهم عنهم هذه قانونهم ما يسألوا شي سوشن. القضية معقدة بالنسبة للدائن أنفسهم، هي اللي ما معقدة قانونيا، هي اللي ما عدتهم يشكو. وهذا المكتب وهذه العيضة اللي قام طارك قامت لا بعد منين اللي فاتوا استنفذوا كل الطرق به اللي كانوا قاعدين تاكين على أمل والله لا يجمشوا الخليج، وعقبت فترة ذيك والله ما هي خالقة الحجابة، ما هو خالقة اللي كان ينقال لهم عنه، وعقبت عاد فهم قضية رخصة أخرى معطية للشيخ الرضا، ما ألقى طريقة المعطية له بيها قضية فوسفات، وهو مشروع خاسر أصلا،
من زمن مختاروا الداد ما هو جاب مادة استثمره فاتنا طار ياس من الناس وكل الشركات العالمية تهرب منه به اللي ما عنده رنتابيته. وكان الشيخ كان يسكت بي واحدة إنه لا هي خلق وفعلا مشروع ما عنده أي قيمة ما قدر ينجح. واكتشفت الناس اكتشفت إنه ما خالق منه شيء شنو وعطت قيمة عياط وطبيعي عيطتها طبيعية خصوصا إنهم اللي عيطتها عند بعد آخر سياسي في ظرفية هي به اللي في الحقيقة هو شعب مسكين يشف والله صدق اللي يشف. أنا برحتولة دخلت في جروبهم هذا مجموعة الدائني هنا أعرف قاعد إيش شنو باركم معايا فهم يعيبوني بشكل شخصي اني انا قاعد اقول مجرم اني مكسور عمر اني كذا قال قاعد ما هو المهم عندي لا استغربت انهم هم في الاشكاليه اللي هي هم فيهم واحدين يدوروا الحجاب ويدوروا هذا شيء معلوم في الحجاب وواحدين يقول واحدين مشوا لنا دعاء اله قالوا ان الشيخ الحسن جده مشى دعاء للشيخ رضا ينفع في سداد الدين مشوا لنا اله نقراه. وحقيقه مجتمع الشف هذا الإيمان وهذه القداسة لبعض الشخصيات الدينية والمكانة الدينية هي اللي ورطتهم في هذه الورطة هي. ولكن ما يتعبوا دو تورطهم أكثر ودو تورطهم مع آخرين أكثر هي عملية استغلال للعلماء وللمشايخ ولدورهم الديني ومقاماتهم استغلال لها بشع هذه المخالق الله مسيكين ضعيفين. والحقيقة هو أمر مؤسف حقيقة. شوي ملاحظة ما ضفتها اللي قال زميلي أستاذ أحمد ألن فهم شخصيات عليا في النظام ألن متورطة في الموضوع فهم يقال الكثير ولكن أنا ما عندي شيء مكروج بعيد ما نقدر نقوله. أنا اللي عندي مش ألن الشيخ اعترف بأنه مسؤول عن العملية وزكى الشخصيات اللي عمقوا بها وأنها عملية مافيوية وعلن فم جهاز سمسرة وإعلامي وجهاز استخباراتي شارك في الترويج له وفي إغراء مساكين ومسيكين ضعيفين في الموضوع وانها عملية ومنهجة وهذا هو اللي يمكن نقول فيها وان أوساط هذا مجرمين كاملين أوساط العملية كانوا مجرمين لا السماسرة الدائنين ولا الشيخ الرضا ولا سمسرة الشيخ الرضا أنا أبرئ أحدا منهم هذا هو اللي يمكن نقول. شكرا أبي. أستاذ أحمد أنت وأبي والكثير من الناس يقولون أن المسؤول الأول عن القضية أولا وأخيرا هو الرئيس محمد العبد العزيز لأنه تقاضى عن الأمر وخاصة الوثائق الأخيرة لها خير دليل على ذلك التي تم نشرها أيضا أصدقاؤه وتلامذته وأصدقاؤه ومريديه وكل من يحوم حوله هم السبب الرئيسي في القضية وهم المستفيد الأول والأخير من القضية. لماذا لم عندما وقع شيخهم في هذا المضيق لماذا لم يساعدون في تسديد الدين عنه أو على الأقل يرجعون ما أخذوا من أموال أو ما استفادوا منه من أموال؟ ألا يثير هذا الشك بأن خاصة أنهم ما زالوا يحومون حوله ألا يثير هذا الشك على أن الشيخ ليس جادا في سداد الدين؟ طيب زميلتي جميلة هذا لا يردني لبداية ما أوردته في صدر هذه صدر مداخلتي أو إجابتي على سيلتك وهو المتعلق خصوصا الجانب المتعلق بضرورة الفصل بين الشيخ وأعضاء مكتبه. طبعا ليس هذا قانونيا يعني ليس أقصد الفصل القانوني لأنه في النهاية كما قلت وأنا ما قط بها الرقبة أن الشيخ هو المسؤول القانوني لكن هناك الشيخ واقعيا يعني لنتكلم واقعيا هناك الشيخ وهناك الوكلاء. سؤالك من شقين لماذا لا يرجعون هذا أنا أوردته في بعض كتاباتي لماذا لا يردون والعكس هم اللي طلب منهم الشيخ اللي انفجر الوضع وتوقف الـ 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 توقف الـ المكتب عن العمل أطلب منهم الشيخ أنهم يردوا ما تحت يديهم من ممتلكات من دور من فيلا فاخرة وسيارات فخمة أنهم يردوا هيك كانت تساعد في قضاء ولو جزء من الديون. قاموا هم أو بعضهم بعض أعضاء المكتب قاموا بتحويل ملكياته إلى زوجاتهم إلى أبنائهم إلى أقاربهم وأقارب زوجاتهم لحمايتها ودعوا للشيخ أنها ماتت خارجة. طيب هذا الإجابة للسؤال الأول وروافد العطاء. بالنسبة للشق الثاني من سؤالك وقع سؤال واحد لأن الشيخ قلت لي أنه لا يدل هذا لا يدفع أو لا يدفع الشك بأن الشيخ غير جاد بالعكس هو الشيخ جاد جدا جاد حتى ولا قلت لك من هالشيء ولكن في النهاية الشيخ لا يمتلك هو شخصيا لأنه لم يمتلك
هذه العقارات كامل وهذه المعاملات هو لم يمتلك منها شيء. صحيح أنها تمت باسمه لا ريب، هو أوكل الأمر إلى بعض وكلائه وكلفهم بذلك. إلين حانت ساعة الجد وقمة احتياج لهم بخلوا به عليه. هذا الشيء بين شيء بينهم ومولانا، شيء يراهم عدلهم وشيء خاسر للشيخ. يا غير لماذا الشيخ ما يتبرأ منهم؟ ما يقدر يتبرأ منهم أخلاقيا؟ الشيخ اللي أخلاقه العالية والسامية ما هو قابل يتبرأ منهم؟ بيلي ملي قانونيا قاع ملي ما يقدر يتبرأ، والمطالب لا هو يقدر قاع، هو ما هو فاسخ علاقته بها ومتحمل مسؤوليتها كل التصرفات اللي انا اعتبرها مشينه او بعضها تصرفه هو متحمل مسؤوليته كرما منه هو وشهامه متحملها وتوف. اذا فهمتي لا قدو استاذ ابي، السؤال قبل الاخير ربما او الاخير، لماذا انتم قلتم ان المتضرر الوحيد في القضيه هم اصحاب العقارات الذين يملكون المنازل والعقارات، لماذا لم يتكلموا في الوقت المناسب؟ لماذا لم يتحدثوا عن هذا الضرر الذي لحق بهم في الوقت المناسب ويتظاهروا لايقاف هذه العمليات؟ لماذا الان فقط حين لا ينفع الوصل؟ ثم في نظرك ما هو الحل، ومن من هو المستفيد الأوحد أو الأكبر، وما هو الحل في نظرك؟ هذا هو سؤالك الأخير أو أسئلتك الأخيرة في سؤال واحد. عموما حقيقة فعلا فما غياب للوعي في المجتمع بشكل عام، سواء هو قاع الناس أعطت حيوانها بطريقة تعرف أنها مغامرة، وأحرى الناس الأخرى اللي ما شاركت فيه. على كل حال هو فما نقص في الوعي في المجتمع بشكل عام، وحقيقة هذا النقص في الوعي من تداعياته ومن سلبياته ما حدث، انه حدث مرة حتى الساعة من دون عقاب، واقع مزري حقيقة وصعب. وعموما نعرف بعد الله لأني أنا قطعا شخصيا وقدر الناس معايا أن جيمنا العياط في البداية خطورة الوضعية وضرورة إيقاف بأسرع وقت ممكن، وعدلنا جهد إعلامي في الموضوع حسب مستوى مستطاعتنا، وللأسف كنا نغرد وحيدين في الساحة، كانت الناس كلها ضدنا لأنه هذا شيخ ومشايخ، وهذا قصدنا به لأننا حاسدين الشيخ حاسدين المشايخ، وأننا بينا لا كره العلماء والمسلمين والفضل وأننا ملاعين وأننا ملحدين ونقصر عمرنا شرنا الشيقة وأنه يعوذ منا ومغضوا صباعهم في التراب منا، أو للأسف هذه هي النتيجة للأسف. عموما كانت الدولة ميالة تحمي هذا السوق ما خلقت للأسف ضحايا هذا السوق من الناس اللي كانت تشتغل فيه، أغراهم طمع كيفة الآخرين اللي جبروا السمسرة هوينة وطريقة مربحة ودخلوا عادوا يجيبوا الناس ويبيعوها لهم يقبوا كوميسيون انتو ماشي، كانوا ينظروا ولا على قدام عينيهم تحت كرعيهم ذاك اللي يخرصوا ما يخرصوا المدى البعيد. وحقيقة هي إشكالية، أنا لا أبرئ أحدا، جميع شارك فيها من قريب ومن بعيد، ويقولوا على الأقل بالسكوت. حقيقة واقع مؤسف ومنزري، لا حول ولا قوة بالله، هذا هو مآل المجتمعات الجاهلة المتخلفة اللي تتشبث منطق القرون الوسطى ما زالت عايشة به للأسف. الواحد خرسي في السوق، الواحد يطلص لحيته ويدير شنو بينتير على جبهته ويمشي يبيع السموم ويقبض التسبيح، وفي نفس الوقت هو حياته عكساك. نحن للأسف ما زالت المظاهر الدينية وهذا انبساطة مجتمعنا، وطبعا حب الخير غير من غباء ياسر من الناس تغرينا وضيعنا وهي نمشوا فيها، ولولا ذلك لما استطاع هذا السمسارة إقناع الناس مساكين بترخي حيوانها بالطريقة اللي هي. وعموما أنا لا أرى في الأفق حلا، لا أرى في الأفق حلا، لا السلطة ولا رجال أعمالها سيسددون هذه المبالغ، مستحيل، ولا الشيخ رضا يمتلك حلا سحريا ولا مالا يمكن أن يخلص به الناس. وقضية الاتكال هذه على مولانا، الناس كاملة قاعدة متكلة على مولانا، الأكل متكلة على مولانا، غير هي الناس كاملة متكلة على مولانا، لو كان الاتكال واحد يكفي تعود الناس كاملة قاعدة هي هي كذا قاعد ما محتاج للدين اللي الشيخ رضا يخلي له ويتكل على مولانا يقبض يجبر شيء ثاني. غير القضية ليست بهذا الشكل، ليست بهذه البساطة، قضية هناك ما فهم أفق الحل نهائيا،
هؤلاء خسروا حيوانهم خلاص، اللي نشكو ينحبسوا يعني الاشخاص يفقدوا حقهم، دول نحبسوا الاشخاص غير ما موضوع ما ولا يتخطى سنتين ثلاثين توصلوا في المرد. والشيخ لا اعتقد انه سيسجن لانه يتمتع بحصانه اخرى دينيه حضرات الله هذا اللوس. وعموما اهي لا اعتقد ان هناك حل، لا اعتقد ان هناك حل، ما فهم حل. وفي النهايه ملي اذا مستوى الضغط ما هو يكبر عن قدره، به اللي بعض الحالات دور تسوى على المستوى القبلي، وبعض الحالات دور يسوى على المستوى الشخصي شوي، وبعض الحالات دور يقنطوا اهي ما يعود موضوع اكبر من قدره. وبالمناسبة فما اللي يقول استاذ قبيل انه فرق بين الشيخ وتلاميذه، الشيخ المستوى الشخصي انا وجله وقره، ما انا قاعد قد عود لا قريب نتلمذ عليه اللي صالحين لا مدى متعدله، خصوصا منه ما مدخل حتى في السياسة. شكرا أبي. أستاذ سيد أحمد، يقال أنك هناك بعض الأيادي الخفية سعت لتحريك هذا الملف في هذا الوقت بالذات، ما صالحها من ذلك في نظرك؟ وهل فعلا هناك أيادي خفية سعت لتحريك هذا الملف في نظرك؟ ثم ما هو الحل الأمثل الذي يرضي الجميع لهذه القضية في نظرك؟ إذا شكرا روافد العطاء. أولا سابقا نجاوب على سؤالك، لأن رد شوي ملاحظة شوي قال زميل أبي لأن ما فهم أفق للحل، وأنه هو ما ظهر له أفق للحل. طبعا عدم ظهور أفق للحل اللي هو هذا لا ينفي وجود حل، فما واحدين خلينا يقدروا ظاهر لهم أن ما في أفق للحل، ولا معنى أنه العاد ما ظهر للزميل، طبعا مع احترامي وتقديري له، ما معنى أنه العاد ما ظهر له هو أن فهم أفق للحل، معناها أنه ما في حل. هذا بالنسبة للملاحظة شوي ورد على خصوص مداخلة كلمة بعض زميلي العزيز أبيه. نعم هناك أيادي خفية ولا يقع عملية خفية حتى اللي حركت الملف وخلقت التحركات، اللي خلق حركاتية هو نادي ذوك الخلطان هادي الدائنين ذوك اللي ما شافوا زاد هم كيف الزميل أبي أفق للحل، قاموا عدلوا يغروا بعض الدائنين على انهم يقيسوا ديارهم اللي فاتوا باعوهم لمكتب الشيخ، وباعهم مكتب الشيخ الاخرين ويقيسوهم ويحتدوهم على اساس علن اللي يخلق حركه، تخلق حركه متينه ويخلق مشاكل، طبعا تخلق مشاكل بينهم مع ذوك الناس اللي ملاك الدار الجديد، وبالتالي تخلق مشاكل عاد اللي هي اثر على النظام العام والامن العام، ولا بد من تدخل الدوله، متصورين هم على اللي تتدخل الدوله وتحل المشكله على ركز يعني مثلا في الوقت اللي هياك ما هو اللي الدولة تتدخل تفضل الاشتباك تمنع تأثير سلبي على الأمن العام. طيب الحل الأمثل اللي يرضي الجميع في نظري، أولا أنا هنا أختلف مع الزميل أبي، فهم ذاك الجانب الروحي قضية الجانب الديني وقضية التوكل على الله تبارك وتعالى، وأن الشيخ متوكل على الله تبارك وتعالى أن دور تنحل القضية، وأن فعلا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، غير من قال أن هذا هو المصدر الوحيد لفضل الله تبارك وتعالى، أن لا تجي اسم جي لا فما في مصادر أخرى. وأنا متأكد أن الشيخ يسعى جهده لحل هذه القضية، غير فما تيم اللي هي اقتراحات حلول، مثلا ذو الخلطة الدائنين اللي باعوا بالمبالغ، مثلا واحد عقاره يساوي 5 ملايين ويعرف انه يساوي لا 5 ملايين وهو بايعه ب 20 مليون، وراه الشيخ مكتب الشيخ يعطي اصلا مبلغ من المال عند قبال انجاز المعامله ذاك الوقت، شكلوا لجنه تقوم عقاره بصفه عادله، لا عاد ب 5 ملايين ولا ضرك لا ب 5 ملايين والله ويك الساعه ب 5 ملايين، نعطاله ديك 5 ملايين وحلال عليه ذاك المبلغ اللي فات نعطاله ديك الساعه يعتبره هو ربحه، فهمتي؟ هذا واحد من الحلول. فما هم اللي حل اخر هو ديك حمله التبرعات اللي عدلوا له بعض انصاره بعض اتباعه اللي هو فضيله الشيخ حفظه الله، وايضا بعض اعضاء المكتب يردوا ديك الممتلكات اللي عندهم يساعدوا بها. فما هم اللي نقطه مهمه انه راه هو هي ما فات مازال لا يقدر نحل بيه اللي ها وركاتي اللي دايرين راهو على ثلاثة أرباعهم
ما فات الحق أجله، ما فات الحق أجله اللي أعطاه، اللي أعطاه الشيخ. فيهم اللي مازالت له سنة زايدة، وفيهم اللي مازالت له سنة، واللي فيهم اللي مازالوا له 7 أشهر، واللي مازالوا له 8، معناه أنهم قاعدين قبيل الله ما يتكلموا، لا يتعلموا أن تنحل مشكلتهم، لأن أعطى للناس بعد قاعد اللي سابقهم 3 أو 4 أركات أعضاء نادي الدائنين، ما فات الحق وقت قضاء دينهم. نعرف منهم ياسر، نعرف منهم ياسر، ما هات الحق قضاء وقت قضاء ديونه بيدي هو الشيخ الفت، قلت لك انه لسنتين. اذا شكرا لك استاذ سيد احمد، والشكر موصول للاستاذ ابي والزيدان. نسال الله العلي القدير ان يقضي عنا وعن الشيخ الرضا والمسلمين دون الدنيا والاخره، وان لا يحرم الدائنين من استرجاع حقوقهم. إلى هنا مستمعي الكرام أعضاء مجموعة روافد العطاء الفريات، وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من مضمار الروافد. باسمكم جميعا أشكر ضيفي الكريمين العلميين البارزين أستاذ سيد أحمد وللتباخ والأستاذ أبي والزيدان، إلى أن يضمنا وإياكم لقاء آخر في موضوع آخر. هذه تحايانا جميعا، وإلى اللقاء.